النهاردة عندنا يوم طويل، رايحين لأول الشروق، عندنا ميتنج مع كلاينت. هنشوف اللوكيشن عندها علشان الديكوريشن، الويدنج بلانر هتقابلنا هناك. وبعد كده عندنا حجز في مسجد فاطمة الشربطلي في التجمع عشان نحجز كتب كتاب نادين. النهاردة يوم طويل قوي بس مليان حاجات اكسايتنج قوي، فدلوقتي التيستينج في تو سبونز عشان الاكل بتاع كتب الكتاب، فخلينا نشوف هناكل ايه النهاردة. لا حلو قوي. احنا عندنا الفينجر فود ده مثلا من ضمنه البرجرز، السوفلاكي، الكلام ده كله تمام. وفي هي جلاس شوتس اللي فيها شريمب والصوص بتاع السبينش ده تمام. فكل الحاجات دي فينجر فود. وعندنا ليكي لونشت الاوبن بوفيه تمام، موجود بيه بقى كل حاجه بقى زي مين كورس بقى، الستيك والتشيكن والكلام ده كله موجود. برده جريلينج ستيشن، يعني مثلا البرجرز دي والسوفلاكي بتعملي اون سبوت عشان يبقى فريش انا لسه مخلصه فود تيستينج في تو سبونز. اي لايكت ات فيري ماتش، عجبني قوي ان هم عندهم فرايتي، فانا جربت فينجر فود وجربت الحاجات بتاعه البوفيه مين ديش يعني، وخدت الديزرت تيك اواي عشان انا مش قادره اكلت كتير قوي، بس اتس ا فيري نايس بليس. اصلا يعني الجو بتاعهم وكده حلو قوي، ذا فود از نايس، البورشنز كمان عجبتني، ف اي لايك ات، اي فوت يس. احنا دلوقتي وصلنا مسجد فاطمة الشربطلي وجينا عشان نحجز كتب كتاب نادين، ويلا تعالوا معانا. حجزنا كتب كتاب الحمد لله واتفقنا على كل التفاصيل، بس لسه الشغل ما خلصش ولسه قدامنا حاجات كتيره قوي نجهزها. خليكم معانا عشان تشوفوا هنعمل ايه تاني. عجبني قوي المسجد، فيه كل الحاجات اللي انا عايزاها، مكان تقريبا ما حدش عمل فيه كتب كتابه قبل كده، كان حلو قوي، احسه كده يعني untouched ومناسب للعدد بتاعي. however المشكله ان هم ما بيدخلوش اكل، وانا كان عجبني قوي تو سبونز، فمع الاسف بعد ما اي فوتد يس هضطر اقول لهم ان هم مش معانا. هاي ازيك عامله ايه الاخبار؟ بصي احنا خلاص هنحجز الفستان بتاع كتب الكتاب لنادين وفستان الفرح كمان تمام. بس فقولي لي ايه التفاصيل انت هتبقي محتاجه تعرفيها؟ محتاجه بس البيانات بتاعتها. طيب احنا بس الاسم بتاعها نادين فراغ. احنا حجزنا الفستان الحمد لله، فاضل لنا حاجات بسيطه في الفرح ونبقى خلصنا كل حاجه. هنظبط شويه حاجات بقى ليها علاقه بالبرايدل برودكتس بتاعتها اللي هتختارها من الشوب بتاعنا، بس ونبقى خلصنا كل حاجه. ايوه اتاكدت الحجز بتاع المسجد. مفروض هي مأكده زي لسه مكلمهم دلوقتي عشان كنت بقول لهم على حاجه، قالوا لي مفيش حد بالاسم ده ولا في الميعاد ده. ايه ازاي يعني؟ لا مستحيل. اي قايله لي ان هي حاجزه يعني. ايوه انا كنت بكلمهم عشان حاجه تانية، فقالوا لي اصلا مفيش حد. طب اقفلي موي هكلم. ايوه اكلمك تاني. ماشي باي.
biggest thing.